بما أن نحن الآن في ساحة اعتصام عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، خلال هذه الأثناء تعقد العائلات مؤتمرا صحفيا قبالة مدخل وزارة الأمن، وتطالب في هذا المؤتمر الصحفي الأسبوعي الوفد المفاوض الإسرائيلي بعدم التنازل لبنيامين نتنياهو وبعدم العودة من مفاوضات يوم الخميس المقبل إلا باتفاق لاستعادة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة. مرة أخرى للأسبوع تقريبا في كلماتها كل أسبوع منذ أشهر تتهم عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين بنيامين نتنياهو بأنه يسعى إلى اغتيال إلى القضاء على صفقة تبادل الأسرى، لكن هذا نتنياهو طبعا رئيس الوزراء الإسرائيلي مستمر في سياسته في تجاهل عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين وفي عرقلة المفاوضات. هذه المرة تصف عائلات الأسرى والمحتجزين مفاوضات يوم الخميس المقبل بالفرصة الأخيرة، ومن هنا يأتي ضغطها على الحكومة الإسرائيلية. كذلك خلال الساعات الماضية كانت تسريبات من مسؤولين أمنيين إسرائيليين لوسائل إعلام إسرائيلية بأن الفرصة أو بأن ظروف اعتقال واحتجاز الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة هي ظروف قاسية، وأن هناك من بين المحتجزين من يواجه خطر الموت. بالتالي كلما ماطلت الحكومة الإسرائيلية أكثر في التوصل إلى اتفاق، كلما زاد خطر أن يموت الأسرى والمحتجزون الإسرائيليون في قطاع غزة. خلال الأيام المقبلة وفود أمريكية متلاحقة تأتي إلى المنطقة، بداية بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي بريت ماكورك الذي سيزور مصر من أجل التوصل إلى اتفاق. يبدو أن هذه الزيارة ستكون خاتمة زياراته فيما يتعلق بالحدود المصرية الفلسطينية، محور فيلادلفيا ومعبر رفح بحسب ما تقول وسائل إعلام إسرائيلية. على ما يبدو أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيزور المنطقة خلال الأيام المقبلة من أجل دفع مفاوضات صفقة التبادل قدما إلى الأمام، لكن حتى الآن موعد الزيارة غير واضح، وكذلك الدول التي سيزورها بلينكين غير واضحة حتى الآن. بعد ذلك يوم الخميس سيزور قطر أو مصر مدير المخابرات الأمريكية مدير CIA من أجل المشاركة في الاجتماع الذي أعلن عنه في بيان القادة قبل يومين. ونذكر